يواجه المسلمون في أمريكا والدول الغربية الكثير من الصعوبات والمشكلات في ممارسة دينهم وصلاتهم، وخاصة أن كثيرا من الناس يخافون من الإسلام، وبعضهم لديه مشكلة مع الإسلام وشعائره. في هذا الفيديو سنعرض لكم ما حدث مع هذه الفتاة بعدما قام أحد المرة بالاعتداء والتهجم عليها عندما رآها تصلي في أحد الشوارع، وسنعرض لكم مواقف ستصدمك تظهر ردة فعل الأجانب عندما رأوا أشخاصا يصلون في الشارع. ولكن قبل أن نبدأ اضغط لايك لنرى كم مسلم شاهد هذا الفيديو. شاهدوا هذا الشاب العنصري كيف قام بردة فعل عنيفة وغير أخلاقية عندما رأى هذه الفتاة تصلي، حيث ذهب إليها وطلب منها أن تتوقف عن الصلاة وتغادر المكان فورا. وعندما رأى أنها لا تهتم بما يقول قام بضربها والاعتداء عليها بكل عنصرية. ولكن ما حدث بعد هذا كان مثير للدهشة، حيث تجمع الناس مسرعين وأخذوا يدافعون عن الفتاة المسلمة، وقاموا باعتراض هذا الشاب العنصري حتى طردوه من المكان نهائيا. وبعدها بدأوا يدعمون الفتاة بالكلمات الطيبة حتى يجعلوها تشعر بالطمأنينة. شاهدوا هؤلاء الشباب كيف جلسوا لينظروا إليها وهي تصلي، وبعدها بدأوا يسخرون منها ويرقصون أمامها، وبدأوا بعمل إيحاءات جسدية غير أخلاقية بدون احترام لها. قام هذا الشاب المسلم بعمل تجربة في أحد الدول الأجنبية ليشاهد ردة فعل الناس عندما يصلي في الشارع أمامهم، فأحضر سجادة الصلاة وبدأ يصلي على الطريق العام وأمام جميع المرة. فعندما رأته امرأة يصلي ذهبت إليه وحاولت إيقافه عن الصلاة وسألته لماذا تفعل هذا، فقال لها أنا أؤمن بالدين الإسلامي وأصلي لله تعالى. فقالت له أريد أن أعطيك نصيحة، وبدأت تقول له وتحاول إقناعه أن عيسى عليه السلام هو الإله الصحيح، وإن لم يؤمن بذلك فلن يدخل الجنة. فقال لها الشاب نحن نؤمن بأن المسيح هو رسول من عند الله. فقالت المرأة إذا أنت تؤمن بالمسيح؟ قال نعم، ولكن نؤمن أنه نبي قد خلقه الله تعالى. لذلك تركته وذهبت بعدما شعرت بالإحباط وأنه لن يترك الإسلام. قام هذا اليوتيوبر اليمني الشهير آدم بعمل نفس التجربة وأحضر سجادة الصلاة وأخذ يصلي على جانب الطريق في إحدى الحدائق، وذلك ليرى ردة فعل المرة وما سيفعله الناس معه بعد رؤيته يصلي. أخذ هذا الرجل يتحدث باعتراض بعدما رأى آدم يصلي، ولكن جاءت تلك السيدة وقالت له اتركه وشأنه وعليك احترامه واحترام دينه. وحدث هذا في موقف جميل من هذه السيدة، ولكن ليس الجميع يفعل مثلها. قام هذا الشاب المسلم بعمل تجربة في أحد الدول الأجنبية ليشاهد ردة فعل الناس عندما يصلي في الشارع أمامهم، فأحضر سجادة الصلاة وبدأ يصلي على الطريق العام وأمام جميع المرة. ولكن قام هذا الشاب بالاعتداء عليه أثناء صلاته، وعندما جاء أحد المرة ليعترضه قال له كنت أود أن أجيب على سؤالي فقط. وعندما قام هذا الشاب بنفس التجربة هو وصديقه ليحاول الاعتداء على صديقه وهو يصلي ليرى ردة فعل الناس وهل سيدافعون عن الشاب الذي يصلي أم لا،
وفي الواقع أخذ الناس يدافعون عن المسلم. اضغط لايك لنرى كم شخص أعجبه هذا الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.